في البر في كل حاجة في البر لها اسم. اليوم المكان المعتلي هذاك نحن نسميه نقا. ونحن اليوم في قفا النقا، وقفا النقا دائما أهلنا يسمونه ونحن نسميه عروض. العروض المكان المائل اللي من النقا لين الحير. طبعا كل نقا يقتفي فيه نقا، والشيء اللي مفتوح من بعد النقا نسميه يو. اليو المكان المفتوح، ان كان يو مهرام، ان كان يو مرموث، ان كان يو شنان، على حسب الشيره اللي موجوده في اليو. واليو هو المكان المفتوح بين مجموعه نقيان فيسمونه اليو. وهذا النقا له مسميات، راسه من فوق اسمه حفاف، هن الاول يسمونه ونحن نسميه ومسماه لين اليوم. الحفاف المقتاد من الشرق لين الغرب، وطبعا البدوي ان كان في داره ولا في دار غيره لازم يومي المكان اول ما تظهر عليه الشمس ويعرف اتجاه الشمس وين، يطالع داري الشيره. ليش يشوف داري الشيره؟ لازم يتنبه وينبه نفسه ان هذه الارض مهابها وين، وكلها مرتبطه مع بعضها، المهب والاتجاهات وتضاريس الارض. ومعرفتك انت في المهب وين، اذا لقيت داري الشيره شرق معناته مهابها هذه دوم غربيه، واذا شفت الداري هذا ينوب معناته الدار هذه اللي انت فيها مهابها شماليه. واللي يخليك تحرص على هذا الشيء علشان انت باكر اللي غطى عليك الليل تعرف اتجاهك وين في الدار اللي انت جايينها. وهذه من فراسة السحرة، انك تعرف هذه الدار كيف طبيعة جوها علشان تعرف تضاريسها، ومن تضاريسها بتعرف اتجاهاتك.